واحنا معانا لقطات اهي دلوقتي، لان في ناس طبعا ممكن تكون ما شافتش العرض، بس هو عرض كان يعني تم بشكل احترافي. يعني اسمحوا لي ان انا كمان استاذ فيصل، اكيد حضرتك ليك دور كبير جدا كمخرج وبتتعامل مع فئه وقدرت انك تطلع منهم افضل يعني اداء، فبرضه لا لازم نعرف اكتر ازاي ده تم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا سعيد جدا بوجودي معاكم، وسعيد اكتر ان دي اول تجربه ليا في مصر بعد سفر، ان انا ارجع تكون مع الاهلي الوطن ده ومع الاولاد دول. الفكره يعني بدات بان احنا ليا صديق في النادي، استاذ احمد عواد، هو بيمثل في المسرحيه، يعني الوحيد اللي بيمثل في المسرحيه من خارج ذوي الهمم يعني. واحنا معانا 30 ولد وبنت ما شاء الله، من اصل 50 كانوا مشتركين مسجلين تقريبا، 30 اللي استمروا عشان المسافه والوقت الطويل اللي اشتغلناه. فالفكره ان احنا قعدنا مع المهندس وليد، فكره التدريب، هو احمد قال لي تعالى، انا قلت له انا عايز اعمل تدريب للاطفال. احنا عايزين نعمل تحيه لكابتن وليد، مبروك يعني، من الشخصيات الجميله في النادي الاهلي والشغاله بشكل يعني يومي بجد على الارض. ده حقيقه دايما وبشغل، ده حقيقه. فهو احمد قال لي طب ما تيجي نروح النادي الاهلي، هو موجود في النادي، عضو في النادي، تعالى. قلت له نروح نعمل النادي الاهلي، يعني طموح قوي يعني احمد. فقال لي مالكش دعوه. واحمد فضل ورا الموضوع لغايه ما خد لنا ميعاد مع المهندس وليد. قعدنا مع المهندس وليد، رحب جدا، ودي كانت بدايه ان الواحد ياخد دفعه. لا مهندس وليد قال لا، طب تعالوا بقى، ايه في لجنه ذوي الهمم وبنشكلها دلوقتي وهنشتغل وبتاع. وقابلنا بعد كده بالدكتوره دينا والاستاذ محمد حسن موجود معانا والاستاذه مي، وقعدنا معاهم وابتدينا نعمل اعلان. فاشتركوا الناس وجم، اشترك 50 جم قعدوا معانا. فكانت الفكره ان احنا نعمل ورش تدريبيه تطوير مهارات، نشوف الولاد عندهم ايه، يعني يقدروا يقدموا ايه. لقيت عندهم ايه بالمناسبه، وخصوصا ان حضرتك تعاملت مع 30 ولد وبنت ليهم ظروف خاصه وطبيعه خاصه، فاكيد التعامل برضو كان. هقول لحضرتك، انا في البدايه ايه قلت، كنت بعمل لهم زي احنا عندنا في المسرح ورش مسرح اعداد ممثل طبعا، فاعمل لهم ورشه اعداد ممثل اشوف مدى استجابتهم طبعا. فانبهرت يعني، لقيتهم بيستجيبوا، شغل جماعي، اداء حركي صوتي بشكل فاق خيالا. حفظ جمل الحوار، يعني بدربهم على جمل وبدربهم على اداء صوتي ويشتغلوا مع بعض ازاي. فلقيت الموضوع، لا الموضوع ما ينفعش يعدي مجرد تدريبات. فابتدينا بقى، لا طب يلا بقى هنحول الموضوع ده لمسرحيه، بس ايه شكل المسرحيه اللي يمشي معاهم. قعدنا بقى كتير نجتهد يمين وشمال لغايه ما ايه جبت نص لصديق مؤلف اسمه احمد سمير، ابتدينا نشتغل عليه وابتدينا نظبطه على يمشي مع الاولاد، انها تبقى مشاهد متصله منفصله، يعني مخرج وفرقه، المخرج اللي هو الاستاذ احمد معاه فرقه مسرح عايزين يقدموا مسرحيه، فجالهم مخرج كده يعني ماشي حالك، فبيسرق بقى مشاهد من كل حاجه، سي السيد ومن تايتانيك ومن العيال الحلميه، والولاد بيمثلوا بقى الشخصيات دي، يعني انت بتلاقي فجاه الولاد بقى قلبوا على العيال الحلميه باللبس بالبتاع، فجاه في مشهد تايتانيك اللي بيجي لقطه منه بنعمل جاك وروز، مشهد الغرق، فمشاهد كوميديه، فالولاد دمهم خفيف. انا بعد شهر او شهرين تقريبا، انا بصراحه منتهى الصراحه ما بقتش شايف ان دول ذوي همم، انا بتعامل مع فريق مسرح. ويمكن جه محمد مره قال لي انت بتتعامل، انت بتقول لهم يا استاذ يا استاذه وتفضلي واعملي وبتاع، انت بتتعامل مع فرقه. ايوه طبعا، انا مش واخد بالي، بس انا نسيت خالص موضوع ان هم ما شاء الله عليهم فيهم اي اختلاف. لا 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 بالعكس، ده هم متميزين جدا، واللي عملوه في الفتره دي يفوق الخيال. احنا في وقت احنا بنشتغل يومين بس، مزيد بقى من الانتاج المسرحي او الفني. لا فابهروني بصراحه.